بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما أبدا. نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أرحب بكم من جديد وبحضراتكم في هذه الانطلاقة، في هذا التحدي، في هذه اللحظات لتعلن انطلاقة الشوط 19 للأبكار الحقائق. على بركة الله أعلنت الانطلاقة، بدأ هذا التحدي مباشرة مع الصدارة ومع المركز الأول لأتابع انطلاقة غارة، غارة مع الصدارة محمد بن شطيط بن عبد الله الحبسي يقدم شعاره، بينما المركز الثاني القادمة بكل قوة أتابع اليازي سهيل بن حمود بن علي الوهيبي هو القادم، المركز الثالث أتابع القادمة والحاضرة صبا أحمد بن أحمد بن سعيد القنوبي هو القادم، بينما المركز الرابع القادمة والحاضرة انتباه راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي، بينما المركز الخامس القادمة والحاضرة البويضة عبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي قادم. هكذا هو النداء الأول، أعود يا من تتابع إلى اليازي وشعار سهيل بن حمود بن علي الوهيبي، من يحتل الصدارة، من بدأ ينطلق مع اليازي سهيل بن حمود الوهيبي، الله على اليازي وانطلاقتها. المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات القادمة والحاضرة القادمة انتباه راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي، بينما المركز الثالث القادمة غارة محمد بن شطيط بن عبد الله الحبسي، والقدوم والحضور أحضرت أسماء أوصلت وضوح، إبراهيم بن سعود بصغير الدرعي هو القادم، وأيضا القادمة والحاضرة أتابع ياهو من شعار، ياهو من اسم قادم، أتابع انطلاقة وحضور الوارية سهيل بن سعيد بن ذويب العامري، ولكن اليازي ما زالت مع الصدارة بالنظيمة وشعاره، يقدم اليازي سهيل بن حمود بن علي الوهيبي، ينطلق مع اليازي في هذه اللحظات في مهرجان البيت متوحد، اليازي مع الصدارة ومع المركز الأول، ولكن الأسماء أحضرت انتباه راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليس الوهيبي، والقادمة وضوح إبراهيم بن سعود صغير الدرعي قادم بكل قوة، وأيضا القادمة والحاضرة الطيرة قادمة، ناصر بن معيوب بن سرحان الدرعي هو القادم، والقادمة في هذه اللحظات الذهبية حمد بن علي بن سلامة الهاجري، يا بوي الشعارات القادمة أحضرت شباهية القادمة سعود بن علي بن حمد المحاربي، ولكن بالنظيمة وشعاره اللحظات الأخيرة، ولكن شبه قادمة بكل قوة، شبه مع هذا الانطلاق، شبه مع سعود بن علي بن حمد المحاربي يحارب من أجل الفوز، يحارب من أجل الصدارة، الله يا المحاربي، مع شبه سعود بن علي بن حمد المحاربي، ولكن يوه يا القادمة يا الحاضرة، الحاضرة والقادمة من القادمة في هذه اللحظات، الله الله على القادمة.
الكريم الجثل راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري تهانينا والناموس. المركز الثاني اوصلت شبه سعود بن علي بن حمد المحاربي. المركز الثالث اوصلت مع المركز الثالث مذيار راشد بن سالم بن سليم الزرعي. والمركز الرابع كانت متابعينا الكرام اليازي سهيل بن حمود بن علي الوهيبي. والمركز الخامس العزوم غازي بن سالم بن سعيد المشايخي. اذا تهانينا والناموس لمالك هذه البطلة في اللحظات الأخيرة الجثلة راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري على هذا الفوز والانتصار. 4 دقائق 37 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني شبه سعود بن علي بن حمد المحاربي 4 دقائق 37 ثانية 9 أجزاء من الثانية. والمركز الثالث مذيار راشد بن سالم بن سليم الزرعي. توقيت الزمن 4 دقائق 38 5 أجزاء من الثانية. والمركز الرابع كان شعار اليازي سهيل بن حمود بن علي الوهيبي 4 دقائق 38 ثانية 9 أجزاء من الثانية. والمركز الخامس العزوم غازي بن سالم بن سعيد المشايخي. توقيت والزمني ولحظة وصول 4 دقائق 42 ثانية جزء من الثواني. تهانينا والناموس للجميع.